طيب الكلام كان على النادي الاهلي بخصوص ايه النهارده في السوشيال ميديا، فبالتالي خلينا نروح نشوف ترند الاهلي ونبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بيقول تراكم البطاقات موقف الاهلي، لا يوجد اي لاعب من المقرر ان يتواجد بقائمه الفريق لمباراه الوداد يحمل بطاقتين صفراوتين. فالموضوع ده احنا خلاص شرحناه لحضراتكم مع بدايه الحلقه وتم حسمه نهائيا عشان اللغط اللي كان حاصل على مدار الساعات السابقه. طيب حساب سوبر كوره على فيسبوك بيقول ان الاهلي يحذر اللاعبين من الاختلاط تجنبا للاصابه بفيروس كورونا. طبعا ده امر مهم جدا، لاعبي النادي الاهلي ملتزمين وعارفين مدى حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم في الحقيقه خلال الفتره الحاليه. فاللاعب اللي في النادي الاهلي بيعمل ايه؟ موجود في البيت لغايه لما يجي ميعاد التمرين، يروح التمرين يرجع على البيت. وطبعا انتوا عارفين بيبقى في مساحات وطبقا للبروتوكول الخاص بالاتحاد الافريقي لكره القدم، فهم اكيد ملتزمين جدا وعارفين مدى المسؤوليه اللي قدامهم دلوقتي. طيب المصري الرياضي ده حسابهم على تويتر وبيقولوا ان الاهلي يسعى لتجهيز كهرباء استعدادا لمباراه الاياب امام الوداد، وده بيحصل فعلا وتجهيزه هيكون تجهيز بدني لان هو خلاص شفي تماما من الاصابه بنسبه 95%، يعني على مدار الساعات القليله القادمه يكون الموضوع تم حسمه بشكل كبير. طيب خلينا نروح برضو لامر اخر بيتعلق بالكهرباء، وده من حساب يلا كوره على تويتر وبيقولوا بناء على مصدر بالنادي الاهلي يلا كوره، كهرباء جاهز طبيا وده اللي اكدناه على حضراتكم، وشرط يحسم عودته امام الوداد، والشرط بيتعلق بالجانب البدني ان هو يكون جاهز بدنيا، هيتم تاهيل كهرباء على مدار الساعات القادمه والايام القليله القادمه قبل مباراه الاياب امام الوداد. طب تعالوا نروح لبعض الصفحات الجماهيريه، وده بيبقى امر مهم جدا تحديدا في الفتره الحاليه واهميه الرسائل دي في انها بتكون دافع قوي للاعبي النادي الاهلي قبل التحديات المختلفه. فخلينا نبتدي بحساب ماجيكانو على فيسبوك وبيوجهوا رساله مهمه قوي للاعبي النادي الاهلي، بيقول لهم الجمهور من حقه يفرح يحتفل، احتفالاته تستمر يوم 2-3 ده شيء طبيعي وعادي، لكن برضه بعيد عن الاوفر يعني وبعض من العقلانيه، لان حاليا المكان الوحيد اللي اللعيبه بتشوف فيه ردود افعال الجمهور هو السوشيال ميديا. تمام، وقالوا مش المدرج، لازم برضه الجمهور يبقى عارف ان الموضوع لسه ما اتحسمش وده امر طبيعي، والكلام دايما بناكد عليه، لسه عندك مباراه اياب. يعني بيوجهوا رسائل على مدار ما تبقى من هذه الرساله ان خلاص انت لازم تركز في الماتش اللي جاي من غير ما تتطرق اطلاقا او تفكر اطلاقا في مباراه الذهاب والنتيجه بتاعتها وكلام من ده، لسه الموضوع ما اتحسمش. فريق الوداد فريق كبير عنده تاريخ افريقي مميز، عنده لاعبين مميزين وجهاز فني جيد، فبالتالي لسه الامر لم يحسم بعد، لازم نشتغل على نفسنا بشكل اقوى ونطور كمان من اداء الفرقه، وان شاء الله يكونوا في الموعد يوم الجمعه عشان يقدروا يتاهلوا للمباراه النهائيه. مش بس الهدف التاهل للمباراه النهائيه، لا الهدف باذن الله تعالى البطوله رغم صعوبتها بسبب الفرق المشاركه فيها. خلينا نروح للاهلي اليوم على فيسبوك وبيقولوا ما كانش فيه جمهور على ملعب الوداد، ونفس الشيء في القاهره، ودي نقطه مهمه قوي. انت لعبت الوداد كفرقتين بيلعبوا مع بعض فنيا في الملعب دون اي عناصر اخرى ممكن تكون مؤثره، الكلام ده كان في المغرب من غير جمهور، خلي بالك في العوده كمان انت هتلعب من غير جمهور، فالتكافؤ هيكون موجود ما بين الفرقتين، مين اللي هيرجح كفه فريق على الاخر هو التركيز الجديه الجوانب الفنيه والتكتيكيه اللي هتميز فريق عن الاخر، لان مفيش جمهور طبعا، الجمهور بيبقى مؤثر سواء جمهور الوداد او جمهور الاهلي، ودي ايضا رساله من ضمن الرسائل المهمه اللي قالتها صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك. طيب دي كانت بعض الامور اللي بتتعلق بترند الاهلي، هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا.